اكثر موجود بدبي ولكن نص وقته بلبنان. اهلا وسهلا فيك وائل. خبرنا بالبدايه قد اهميه الرسم يعني عالميا بما انه عندك هالاتصال بالعالم. الرسم هو مثل التنفس، يعني اذا انت عندك باشن للرسم، اذا وقفتي الرسم كانك وقفتي تنفسي. هي ما بتجي بس بالتقنيات والتعليم، بتجي بالباشن اللي عندك اياها، بتخلق معك. The more you develop it، كل ما تنميها، كل ما تصير عندك مثل هي بتمثلك، هي انتماء لك. عالميا في كثير ناس بفوتوا بمجال الفن بس بيتنقلوا من كذا مدرسه، ما بيطلعوا بسرعه. فانا اذا عندك مدرستك مثل اسمي فيك تطلع اكثر بالفن العالمي. شو المدرسه يلي اخترتها او بلكي اخترتك؟ ما بعرف حسب الخبره يعني والمسيره. بما اني انا راقص فولكلوري وعندي باك جراوند فولكلور، طورت جروب من الفلاحين يلي هن بيعالجوا كل مشاكل بحياتنا بس بطريقه سورياليه. هن بيسقوا الشجر، هن بيطيروا، هن بس كل رسالتهم هي بوزيتيف، سلام، محبه، تراث، تقاليد، كلتشر. بحطهم بجسدهم باي لوحه مشان يختموا رسائل سمعيه. يعني شخصيات موجوده، يعني شخصيات هي نفسها بترجع، بنرجع بنشوفها بتكون عم تجسد الفكره يلي بدك تقدمها. هون عم نشوف انه بالمزار حاليا عندك معرض يونج فيليجرز. اوكي، من 13 ل هيدا الاورد من الامم المتحده. نعم، بالتعاون مع بلديه بعلين وجمعيه الفنانين للرسم والنحت ونقابه الفنانين. كان بجولاي الماضي. اخذتها عن لوحه واحده ولا عن لوحه واحده هسه بتمرق معنا. بس هيدا ستايل هو الاورينتال، هودي الاشخاص اللي هن على طول بحبوا لبنان وبحبوا الشرق وبحبوا عاداتنا. يعني مثلا بيحاولوا يتعلقوا بالعلم، وقد ما هو قوي العلم مش رح ينكسر. فتقاليدنا كثير ريتش، وهالاشخاص بيجسدوا على طول الفرح عنا. الدايفرسيتي يعني هيدي على الخشب معموله لبيروت القديمه. بتشوفي قد ايه بساطه الحياه الحلوه كانت، وبتشوفي قد ايش الفرح والناس. الفاذر هود والماذر هود قد ايش هن مرتاحين بحياتهم او بين عائلتهم، وقد ايش بدهم سلام حولهم بنفس الوقت. كل القصص هي من شوشنا. هيدي اندلسيه، ذا جيت، ذا لايون جيت اندلس. بعمل شوي ارابيسك لاني عايش في الخليج، مونوتون مع جولد ليف. وهيدي كمان هيدي ماخوذه من مركز دبي العالمي، اخذينا هيدي النعمه، اخذوا تو بيسز. هيدي بالشمندر، مرسومه بالشمندر. اوكي، لانه في عندنا كثير ستينز بالطبيعه فينا ناخذ. هيدي بالكوفي، كوفي ان انك، بحاول استعمل كذا ستينز. الكوفي ان انك كمان ماده كثير قويه اذا عملتي لها ستين فينش. هيدا انا عم نط. كله هودي كوفي سولو دانس. يعني هون غيرنا، بلشنا بستايل، هلا غيرنا. يس، هيدا ميديوم الكوفي اللي هو ميديوم الكوفي. اوكي، هيدا قصه الفرح اللي هن الفلاحين اللي بينزلوا من الجبل بايام التشرين وبالفرح اللي لهم. كل شيء لبناني وائل عنده. هيدي فيروز. يس، له عندك الوان خاصه. نعم، كل شيء لبناني. ماي برنس شايف لبنان بهالقد الوان حلوه وحراره. هيك بدي اشوفه، مش رح يخلونا نشوفه. لا، هيك اللي بشوفه انا لبنان. نعم، دفنتلي. هودي نازلين على الفرح، مش عم ينتحروا، نازلين على الكايت. فهيدا فرحنا، وهيدا هيك كان لبنان، وهيك بضل. يعني انفورشنتلي بدنا نخليه هيك، نحن هدفنا نخليه هيك. هول الفلاحين اللي بيبقوا على الشط، هودي روتس، هيدا جولد ليف باك جراوند. هيدي وي ار هولدينج، حاملين على طول، معلقين، مش عارفين وين نروح ولا وين نجي. We are still on hold. في كل واحد رح يفهم عزوه. Yes, exactly. Yeah. نعم. ما شفنا ووتر دروت، شفناها؟ لا. ما شفناها، yeah. بلكي إذا بتلاقي لنا إياها LC. Yeah. فعلا ألوان رائعة، وكثير حبيت يعني هالمسج اللي بيجي من خلال الأشخاص. yeah. لأنه بنصير نقدر نكون عم نتماهى معهم ونشوف حالنا. exactly. بهالمكان. yes. كمان عم نشوف مجموعة جديدة من اللوحات. yeah. في كثافة بالشغل عندك وقت؟ في عندي كثافة، يعني عندي إنتاجية تقريبا 3 لوحات بالأسبوع. بالبارت تايم أنا، وهذا مش شغلي بس، عندي شغل ثاني أنا بشتغل. بس الباشن مثل عم أقول لك، الباشن ذات جيفز يو تايم وتخليك ترسمي.
وكل اللوحات كل الاشياء اوريجينال مش ماخوذه من اشياء ثانيه كله من اقتباس من تراثنا. إذا بس نرجع نذكر إنه يلي حابب يشوف أكثر من أعمال وائل حمادي بالمزار اليوم بلش المعرض؟ امبارح بلش مزار فرد ديان ل 18 شهر شهر. هل دفى بالصورة كتير حلو لو إنه عم يحط الإصبع على الجرح وعلى الوجع ولكن عم يظهره بطريقة حلوة. يعني نحن اللبنانيين معودين أن نكون عم نتأقلم مع الأشياء وناخذ أحسن شيء فيها. عندنا أشياء كثير حلوة كاتيا بمجتمعنا وببحاراتنا و... يعني وين ما تروحي على بلاد برا ما بدنا ننساها. بتروحي وين ما كان بتشوفي اللبناني بحن قلبك، يعني على طول بتحكي بالفيروز بالدلعونة بالدبكة بالتبولة بالعرق، ما هيدي جزء منا. وليش ما بنظهر الأشياء المنيحة ببيتنا؟ ليش ما بنظهر الأشياء العاطلة؟ فعندنا أشياء كثير والألوان رائعة. يعني عندنا لما تطلع على الجبل كل مرة بتطلع على الجبل بتشوف شيء حلو. ليش؟ تشوف شيء جديد. تشوف شيء جديد. فعندنا كثير اشياء ببيئتنا وتراثنا وتقاليدنا مفروض نبرزها، مفروض نحطها على الساحة لأنه هي مفروض تطغي على كل الأحداث اللي عم بتصير، هي بتغطي. ونحن كلبنانيين معروفين بإندفجوال بأشخاص. جبران خليل جبران من شهر نعرف إنه لبناني وكذا وكذا شخص وكذا فنان وعارف لبنان. فعندنا كثير طاقات بس المفروض نجمعها. طاقتنا كثير نحن فخورين فيها. اهلا وسهلا فيك وائل حميدي. معرض رسم بالمزار مستمر ل 18 شهر. شكرا لك. خلص وقتنا اليوم بـ MTV. الى موعد جديد بكره مع لايف جديد. باي.